100%. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقه الشيء اللي ذكرته يعني منذ كان واضح منذ الجوله يعني الاولى والثانيه مع خريبقه والثانيين مع الجيش الملكي، وين سيطرنا في الشوط الاول وكنا نضيعوا كثير، ما كانش اللي يقتل اللي ينهي العمل اللي نقوموا به. اليوم الحمد لله رب العالمين، انا نظن باللي اليوم كانت نتيجه منطقيه، لان خدمنا في الشوط الثاني خاصه بعد ما تلقينا الهدف كانت رده فعل قويه من اللاعبين، والحمد لله ربي وفقنا في التعادل. نشكر اللاعبين كثير لان رانا نعديو في مرحله صعبه جدا، الكل خاص والعام يعرف الظروف اللي نعملوا فيها من تاخر دائما نعاود، مش نجبر مبررات، ولكن بصراحه اليوم اللاعبين برافو لانهم امنوا في امكانياتهم وكملوا يلعبوا حتى اخر ثانيه وحبوا يضيفوا الهدف الثاني. ان شاء الله نكملوا على هذا المنوال، رانا من جوله لجوله رانا نتقدموا شويه في العمل تاعنا، ولكن كما قلت دائما يبقى كره القدم هي انهاء العمل باهداف. هذا الشيء اللي نفتقد فيه اليوم، راح نعمل باش على اسس اخرى باش نسجلوا اهداف، ولكن دائما نبقى نحوس ونبحث على قناص في الميركاتو ان شاء الله.